ننتقل مشاهدينا لموضوع آخر ومختلف، إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة اللي حققت قفزة جديدة في التصنيفات العالمية من خلال التصنيف في 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وذلك حسب تصنيف التأثير للتايمز للتعليم العالمي لعام 2023. مشاهدينا، تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مسرعات التصنيف العالمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا فيك دكتور في برنامج الفجيرة تجمعنا. حياك الله دكتور. حياكم الله ومشكورين على الاستضافة ومتابعتكم مختلف أنشطة جامعة الإمارات. في الخدمة دائما. الله يسلمك، هذا واجب علينا دكتور. بداية يا ريت لو تخبرنا عن تفاصيل تصنيف الجامعة للمرة الأولى في 10 أهداف ومن أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17. نعم، تولي جامعة الإمارات اهتمام كبير بأهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج الأكاديمية والبرامج الصفية والبرامج البحثية التي تعزز مشاركة أعضاء التدريس والطلبة في إيجاد حلول مختلفة لتحديات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. اليوم أهداف التنمية المستدامة هدف استراتيجي تسعى الجامعة للمشاركة فيه بحكم دعم هذه التحديات بحلول تستطيع تحقيق رفاهية المجتمعات. طبعا نحن نشارك في هذا التصنيف للمرة الثالثة. عندما نقارن هذه الدورة بالدورة السابقة، هذه الدورة صار لنا قفزة نوعية من خلال الحصول على 10 تحقيق تصنيفات في 10 أهداف مقارنة بسبعة في الدورة السابقة، والذي يعكس اهتمام جامعة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة من خلال خطة طويلة المدى حتى نساهم في 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. اليوم لدينا 7 سنوات، اليوم مؤسسنا التعليمية في الدولة وجامعة الإمارات مطالبين أن يساهموا من خلال التعليم ومن خلال البحث العلمي في تحقيق هذه الأهداف والتي نوائمها مع استراتيجيات أو مستهدفات الوطنية لدولة الإمارات. نعم دكتور، الجامعة أيضا يعني حققت تصنيف عالمي يتراوح بين 101 إلى 200 في الهدف 6 و7. لو تخبرنا أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع لو سمحت. نعم، حققت جامعة الإمارات في الهدف 6 و7، 6 المعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف 7 المعني بالطاقة، وذلك لوجود قوة وممكنات في هذين الموضوعين، موضوع الطاقة وموضوع المياه، وذلك من خلال البحث العلمي الذي نقدمه. اليوم 43% من المخرجات البحثية لجامعة الإمارات خلال آخر 5 سنوات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة من مجموع الأبحاث التي نشرت في نفس الفترة، وهذا ما يؤكد على التوجيه المستمر لجامعة الإمارات أن يكون الوائم مخرجاتنا أو استراتيجياتنا البحثية بأهداف التنمية المستدامة. نعم. هناك ممكنات من أعضاء هيئة التدريس، مشاريع بحثية، إنتاج بحثي، أيضا اقتباسات لهذه الأبحاث، وأيضا مساهمات مجتمعية تعزز مشاركة الجامعة في نشر الوعي بالمياه وفي الاستخدام الأمثل للطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. نعم دكتور، للتنمية المستدامة أكيد أهداف كثيرة وهذا ما تسعون بلا شك إليه، لكن السؤال هنا كيف تعكس هذه أو نتائج هذا التصنيف مدى التزام الجامعة بشكل مستمر في تعزيز هذه الأهداف؟ نعم، اليوم نحن ذكرنا أن أهداف التنمية المستدامة هدف مهم جدا ومستهدف مهم لجامعة الإمارات تسعى من خلال البحث العلمي والبرامج التعليمية أن تعكس هذه التوجهات. لماذا ذلك؟ لأن هذا مستهدف وطني، بالإضافة إلى ذلك بأن هدف عالمي نحن نسعى لابد أن يكون لدينا مساهمات ذات تأثير. كيف نعكس هذا التأثير؟ التأثير ينعكس من خلال هذه المخرجات البحثية التي تخدم المجتمع العلمي العالمي.
لذلك نحن مركزين على هذه التوجهات. اليوم هدفنا طموح جدا هذه السنة 10 إن شاء الله نطمح في الدورات القادمة أن يكون محقق ذات أخرى أيضا بإذن الله. أكيد أتمنى لكم دكتور كل التوفيق دائما وأبدا. دكتور هذا التصنيف كيف يدل على وجود الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية في النظام التعليمي في الجامعة؟ نعم، الجامعة بشكل عام منظومة تتكون من كليات، مراكز بحثية، أيضا طلبة، أعضاء هيئة التدريس، موظفين. اليوم هذه المنظومة لابد أن يكون فيها تكامل، أن جميع الأطراف لابد أن يشاركوا في إيجاد الحلول، وهذا ما نعززه من خلال البحث العلمي البيني ومن خلال الأنشطة البينية التي يشارك فيها كل فئات المجتمع، لذا من خلال نشر الوعي ومن خلال إيجاد الحلول العلمية عن طريق البحث العلمي. اليوم الطالب نحن نعتبره سفير للجامعة والسفير لأهداف التنمية المستدامة، نعتبره جزء أساسي من المجتمع العلمي، وهو الطالب من سيقود دفة أو هذه الملفات في المستقبل. لذلك نحن نعزز هذه المهارات من خلال ربطها بالتعليم، من خلال الأنشطة اللاصفية، ومن خلال البحث. عندنا برنامج واعد، وهو برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، والذي ساهم يعني خلال الدورتين في تمويل 160 مشروع بحثي شارك فيه ما يقارب 700 طالب من مختلف الكليات والمراكز البحثية في جامعة الإمارات. نعم. دكتور أحمد، ماذا عن الاستراتيجية المستقبلية لجامعة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم، استراتيجيتنا طموحة. نحن لدينا خطة استراتيجية بحثية أعلناها منذ 3 أسابيع ماضية، استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023-2026، والتي تهدف إلى وضع جامعة الإمارات ضمن مصاف الجامعات المرموقة عالميا. لتحقيق هذا الهدف لابد أن يكون لدينا مساهمات عالمية، مساهمات ذات أثر، وهذا الأثر ينعكس من خلال مشاركتنا في أبحاث متصلة بأهداف التنمية المستدامة. اليوم نحن الحمد لله حققنا في 10 أهداف، لدينا قوة. مثلا الهدف الرابع، نحن من أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في التعليم الجيد، والذي يعكس على البرامج الأكاديمية التي نقدمها. خططنا أن نزيد عدد الأهداف بحيث أن نكون نصنف بأكثر من 10 في السنوات القادمة، حتى نصل إلى الهدف 17، أن نكون جامعة تقدم وتساهم لكل التحديات العالمية. دكتور صراحة جهودكم واضحة حقيقة، فمشكورين على كل ما تبذلونه لرفع اسم جامعة الإمارات في أعلى المراتب، ورفع أيضا اسم الإمارات كذلك. فكل الشكر لهذه الجهود المبذولة، وأكيد أتمنى لكم كل التوفيق في خططكم المستقبلية. الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مسرعات التصنيف العالمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق دائما وأبدا. شكرا لكم وكل التوفيق للجميع. الله يسلمك، حياك الله في وداعة الرحمن.